على اختبارات الاختبارات بعد اسبوعين، خايف على اختبار الفيزياء والكيمياء والرياضيات، وما خفت على اختبار الله لعبده ان يقوم لصلاة الفجر. تربية، اسمح لي، انا اب وعندي ابناء تخرجوا من الجامعة وعندي عيال توهم في اولى ابتدائي، يعني اب اتكلم بالابوة، والله انها تربية فاشلة وسعادة ضائعة. يوم نربي ابناءنا عشان ينجح في الرياضيات ويرسب في التوحيد، التوحيد خير من النوم. الله أكبر 4 مرات، أكبر يعني النوم أكبر، طامة وربي. ولذلك بعضنا عذب والده لما كبر. عذبك ليه؟ أنت قاعد تربيه للدنيا، أنت تعبده في الدنيا، أنت تعبده في الرياضيات والإنجليزي والفيزياء والحاسب، أنت ما كنت تعبده لرب العالمين. يا بني صل حتى تكون في ذمة الله فيعلمك ويوفقك ويفهمك. أليس المفهم هو الله؟ أليس المعلم أول معلم في الوجود هو الله؟ وعلم آدم الأسماء. أليس الله فهم سليمان وفهم إبراهيم؟ طيب من اللي فهم أبنائنا؟ ذكاء؟ بعض الأبناء حفظ حفظ حفظ، لما قبل التخرج ضرب عنده الميموري هنا وصار يهذي بما لا يدري وانتهى. وبعضهم حفظ 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 وراح خذ بعثه وما رجع من البرازيل ولا من بلجيكا ولا هولندا ولا وخلى ابوه شايب يبكي يتمنى يراه بسكايبي ولا يكلمه. هذا تربية، هذه تربية مهترئة، ان نربيهم على ان السعادة فوق الارض، او ان السعادة لا يملكها الا ذكاؤه وحنكته وعلمه. ويل وترى احبابي ان احد اسباب الشقاء في الحياه ان بعضنا مؤمن بافكار خاطئه وبقواعد خاطئه في التربيه وفي النظره للحياه. الحبيب ماذا يقول؟ يقول الحبيب عليه الصلاه والسلام: تعيسى. لاحظ، تعيسى ضد التعاسه، ضد ايش؟ ضد السعاده. قال: تعيسى عبد الدينار. تعيسى يعني اللي اجمع يا بابا اجمع، وانا وهو يجمع وبيشتري شقه وحادث عند التقاطع مات. العجيب لما مات الميت الله ما سأل عن كل اللي كان يشتغل من 60 سنة، سأل من ربك؟ باختصار، هل الله في قلبك؟ هل كان عظيما؟ هل انت تحبه؟ ترى بعض احبابي بعضنا ما يربي نفسه ولا ذريته على حب الله، يحب الريال، يحب الجاكيت، يحب الكرافتة، يحب الثوب، يفصل مدري وش. قال: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس ولا شيك، وإذا شيك فلا انتقش. عاجز، شقي،